يفتخر القائمون على المهرجان بآلة عرض حديثة استقدموها من ألمانيا وشاشة عرض متطورة شحنت من الولايات المتحدة الأمريكية. أما الأفلام فعراقية صرفة، والقصد من المهرجان تحدي ضعف البنية التحتية السينمائية، إذ تقتصر دور العرض في العاصمة مثلاً على عدد قليل منها أغلبها مقفل. للأسف يعني أكو بعد رمزي حالياً، يعني بالإضافة لفرحنا كون أنه تعرض هذه الأفلام وللناس، لكن أكو بعد رمزي بأنه لا زالت بغداد والمدن الرئيسية في العراق تعاني كي تكتمل مفاصل المدنية فيها. للعام الثاني على التوالي يقام مهرجان السينما المتنقلة في بغداد، لكنه هذا العام يأتي بنكهة خاصة، إذ أنه أقيم في ساحة التحرير هنا التي تحولت على مدى الأسابيع الماضية كل أيام الجمعة إلى ساحة للتظاهر، ويبدو أن المهرجان لا يخرج عن سياق التظاهرات. أريد للمهرجان أن يكون تظاهرة تفتح للعراقيين باباً للتأمل في حياتهم والمطالبة ليس بالخبز فحسب ولكن بالحلم أيضاً. فكانت احنا بالبداية نعرض على جسر الجمهورية تفوت عليه الرئاسات الحكومة العراقية، لكن ارتينا بعدين قلنا طالما المواطن العراقي يظهر في هذا المكان فاحنا تضامناً مع المواطن العراقي بأن نكون هالتظاهرة الثقافية السينمائية في هذا المكان. تشي نوعية الجمهور الذي حضر العروض السينمائية بحجم المخاوف من الخروج ليلاً في بغداد، فأغلبية من حضروا كانوا من الشباب أو الرجال مع استثناءات قليلة. يعني طبعاً كلش ترددنا إلى أن جينا، بس يعني تشجعنا لأنه كنا مجموعة وحبينا نخوض هاي التجربة، وشفنا كثير أكو تهيؤات أمنية، وأصلاً الحدث هو صغير فما يثير الانتباه. لفت الحضور الأمني محدود في ساحة التحرير ليلة العرض، لكن الساحة ليست مقياساً، إذ أنها تصنف من المناطق الآمنة نسبياً وهذه عددها قليل. رولا الأيوبي، BBC، بغداد.